السلام عليكم أصدقائي، اليوم باش نحكي على فيلم تونسي اسمه مشكي وعاود الريبولوت بتاع صديقي المخرج قيس الشقير وإنتاج باديس الصافي، إي سيغتو سيناريو سليم بن إسماعيل عشيري وخويا سليم اللي يحب نحكي عليه. السيد هذايا راهو من أقوى وأكبر سيناريست في تونس، عنده كتيبة ياسر مزيانة وهو السبب في نجاح الفيلم هذايا. وانتم تعرفوا اللي الفيلم ما نجمش ينجح والممثل ما ينجمش يقدم اللي عنده الا ما يكون ثم سيناريو مكتوب مليح وقراءة ياسر قوية. دونك بصراحة اليوم عملت الفيديو هذا باش نحكي على الجندي الخفاء اللي هو سليم بن اسماعيل، عمل السيناريو قصة ياسر حلوة وتضحك ومزيانة، ولأول مرة متفرج في فيلم تونسي مفهوم ويضحك ومستوى عالي واحترافية ياسر كبيرة اللي هو نجم ينافس حتى الأفلام المصرية، والمصريين ينجموا يتعلموا منه. في برشا نقد، في برشا ضحك، في برشا دراما، في برشا كوميديا، عملت جو شخ في الفيلم سيرتو الكتابة متاعو. دونك سيرتو كي شفت جعفر قاسمي وبسام حمراوي وكريم الغربي اللي هما بانوا في مستوى اخر، خاطر ثم كتابه ياسر مزيانه، دونك ثم الطاقه خرجت منهم، انرجي ياسر قويه، شخت ياسر على الفيلم، يسرتو التصوير والاخراج وخدمه ياسر كبيره. برافو قيس شقير، برافو باديس، برافو الاولاد جعفر وخويا كريم بسام، يسرتو سليم بن اسماعيل، راك صاحبي اقوى سيناريست في تونس، لا ثم قبلك ولا بعدك، وعندك مستقبل كبير صاحبي، وان شاء الله يعرفوا قيمتك. سيرتو نحب نوصل ميساجك لوزارة الثقافة بلاك اللي تعطيه في سوبونسيون، فهمني تحت الطاولة، فهمني الأفلام ماهيش مفهومة، سيرتو الأفلام التونسية معروفة كان بالحمام. دونك اخزر الشباب، معناها شوفوا الفيلم هذا تعلموا منه برشا، وعاونوا الشباب هذوما سيرتو مخرج كيما قيس الشقير وسيم بن اسماعيل فهمني وباديز الصافي، دونك عاونوهم فهمني ولا باش ينجموا ينتجوا حاجات مزيانه كيما هكا. دونك مادام ثم ايكيب داسي كيما ايكيب سوليد كيما هكا نجم تخرج فيلم مزيان ويضحك وناجح بالطريقه هذيا، دونك نتصور معناها وزاره الثقافه تخزر الناس هذوما باش ينجموا يورونا حاجه مزيانه. سورتو نتمنى نهار نشوفوا افلام داكسيون وافلام دراما وافلام كوميديا في المستوى هذايا. برافو سليم، برافو سليم يا عشيري يا غالي، برا ربي يوفقك.